نتعدي وتوا للحاجة الحلوة والشهيوة الحلوة. واليوم شهيوتنا باش تكون حاجة ترند على الريزو سوسيو فيسبوك وتيك توك والانستغرام، الكلهم يحكيوا عليها. قلت لازمني نجربها معاكم اليوم، وكاني ناجحة نستعملوها الكل مع بعضنا، سورتو كي نبداو هكا شاهين حاجة حلوة مع قهوة السهرية والكل، وما عنديش نقعد برشا في الكوجينة. دونك نعملوا الريسيت هذه سهلة برشا. حاجتنا بات فيلو، شوية فخويساك، شوية شامية، شوية جديدة، شوية شحور، وكهاو تكون عنا الريسيت نتاعنا حاضرة. دونك أول حاجة باش نستغل أنا الفرصة باش نوريكم اليوم كيفاش نعملوا الشحور. الشحور وما أدرك ما الشحور، على خاطر عندنا مشكلة في الشحور. دونك المشكلة في الشحور ديما ما نعرفوش كيفاش نعمل الشحور هذا والشحور هذا والشحور هذا. جينيرالمون الحلويات اللي اسمه التركية، دونك الحلويات التركية ما يعملوش الشحور اللي ياسر عاقد في الحلويات نتاعهم. وهذه الحقيقة كي شفت التكستور نتاعها حسيتها ياسر ليكيد، ماهوش كالشحور العاقد اللي كيما احنا نعملوه نتاع البقلاوة. دونك قلت اليوم خليني نوريكم كيفاش نعملوا الشحور. وشحوري انا ساهل برشا، كيلتين سكر عليهم كيلة ماء، ومن بعد تعمل بالقارص، وتنجم حتى تنكهو كان عندك زهر، كان عندك شنو اخر عطرشية، كان عندك ماء ورد هكا هاو. دونك لازم يبدا عندكم هذا باش نعملو فيه من بعد الفيلو نتاعنا الغولي. هات نبداو توا في الشحور نتاعنا، كيما قلت لكم ساهل برشا، جوست خليني نجيب الكيلة اللي هي الصحفة هذية باش نكيل بها. دونك كيلتين سكر عليهم كيلة ماء، نجي هوني ناخذ الكيلتين نتاعي، وكان تحبوا حتى تنجموا حتى تعملوا بزيت. علاش؟ على خاطر جينيرالمون نستحقوا لهم توا، سورتو عندنا برشا حاجات معناها نحبوا هكا كل مره نودوا ريحتنا هكايا بحاجه حلوه في السهريه. هذه الاولى، وهذه الثانيه باش نزيد نحط عليهم كيلة ماء. وكما قلت لكم باش ننكه، دونك باش نحط شويه هنايا عطرشيه في الاخر، بالكل نزيد العطرشيه ونزيد القارص ونحط فوق النار. الشحور نتاعنا خليناه يطيب على روحه، توا باش ناخذ شويه من جديده، وهوني باش نستعمل جديده كلاسيك الصفرة. دونك باش ناخذ منها مقدار 40 غرام كيكه، عندنا مقدار 20 غرام مغرفه كبيره، باش نذوبها ونرجع لكم. ذوبنا الجديده، كل شيء عندنا حاضر، عندنا شويه فريساك وكل. دونك توا باش ناخذوا البات فيلو نتاعنا اللي تلقاوها حاضره وليت معناها تتبيع. دونك البات فيلو نتاعنا هذيك شنو باش نعملوا لها؟ ركزوا معايا توا بالكدي 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 بالكدي. وكيف العاده باش نكتبوا لكم لي زانغريديون بحذايا لسا. باش ناخذ هذيا ونبدا هكايا ونبدا هكا 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 حتى لين نعمل غلو. فوالا وهذا المطلوب، قصوهم دي غونديل ونحطوهم في المول نتاع الكب كيك كيما هما. فوالا نجي هنايا ونحطها هكا. خديت المشرفه يا اخي مش باهيه، دونك باش نبدلو السكينه، باش نحاول نستعمل هذه، لازم سكينه ماضيه باش منظرها يجي مزيان. فوالا هذا المطلوب. دونك عنا هذوما انا باش نعمل 6 كعبات، دونك البقيه باش نخبيه في الفريجيدير، كي نشتها مره اخرى نعاود كيف نطيب مره اخرى. فوالا دونك توا باش نجي ناخذ كل جديده اللي ذوبناها، دونك نبداو نحطو فوق البات فيلو. انا ظهرت لي ياسر سهله، اون بلوس تتعمل فيسع فيسع الحقيقه، مع هاكم شفتوا لا غوسيت قداش سهله. لازم نغرقوها بالكدي باش تجينا غارقه في الويه. توا ديريكسيون فور باش نحطوها على 180 درجه 10 دقائق كيكا ونتفقدوهم حتى لين يولي لونها دوغي ونخرجوها من الفور. عدول باهي يا سيدي، شنو عندنا؟ نحيتك الشحور نتاعي من النار، وتوا باش نزيدو عصيره قارص وعصيره قارص شنو اخر اي نسيت باش نزيدو العطرشيه. فوالا هذيك علاش العطرشيه حطيتها في الاخر بالكل، باش يكون المطعم نتاعها وريحتها هكا اكسونتوي وتبدا فيوحه، مش تطيب في وسط الشحور والكل. جاوني شويه اكل البذور باش نخليه يعمل طبقبيقه صغيره ونحيه. وشحور نحضر، اي نمشيو نتفقدوا توا الغلو نتاع البات فيلو ونرجع لكم باش نبداو نعملوا التوبينغ. توا اش باش نعملوا؟ باش ناخذوا ونشحروا، شفتم كيفاش خرجوا؟ محمد قال لي كيما كعبيت القناريه. الفوم تاع القناريه وبالحق
باش نعملو لهم الشحور. باش نعمل هوني شويه شميه من فوق، وبعد راه نزينوها كل قدير وقدر. دونك نحط شويه بيستاش كونكاسي اون بودغ بلوتو، و بيستاش كونكاسي هكا كعبيت باش يزينو من فوق. جست انا نخلي فيهم توا باش يشربوا اكل الشحور هذيك. ما حطيتش برشا شحور خاطر باش نحطوا الشاميه، والشاميه حلوه. نقول لكم حاجه، مانيش نقول حاجه ياسر ياسر كبيره هكا وكل، باش نقول حاجه بركه، هذا المطلوب. دسير يحضر فيسا هكا، عفيه الجو نتاع رمضان، فيه الفيكيا، فيه الباتفيلو اللي نشتهيوها برشا في سيدي رمضان، ساهل وما يشدش الوقت، دونك هذا المطلوب. هذه هي شيوتنا اليوم الحلوه، دونك جربوها، ابعثوا لي لي فوتو على باج فيسبوك ولا انستغرام، نستناكم. وكيتو بي وانا مش نقعد نستنى، نحضر قهيوتي بعد شقن الفطر، ناخذ كعيبه، ناخذ زوز زوز، ما نصورش، لازمني كعبه بركه على خاطر لازمني نضعف. نعرف شو تقولوا لي، يا تنويشه يا تنويشه، راك باش تسمنا في سيدي رمضان، او نعرف هكا كل مره انا نعطيكم شهيوات على خاطر نعرف اللي تحيروا شنو باش تطيبوا، نعرف اللي ديما تلوجوا على دباره، او كالشهيوات اللي انا نعملهم كل يوم نودكم بهم. متفاهمين متفاهمين، وكالعاده المنيو نتاعي